يا هلا والله مسهلا. قبل ما نبدأ تقريرنا على السيارة، هذا تطبيق مستعمل الشهير، تقدر من خلاله تتصفح قسم السيارات وتشوف السيارات اللي معروضة للبيع من أصحابها، تتواصل برضو معهم مباشرة، تتصفح كل الأقسام والسيارات بكل سهولة زي ما احنا شايفين قدامنا، وتقدر انت تعرض سيارتك إذا ودك تبيعها مباشرة عن طريق التطبيق. وترى التطبيق متوفر على أبل وأندرويد وهواوي. وخلونا الحين نبدأ تجربتنا على السيارة. يا هلا وسهلا بالجميع، أنا الحين داخل وكالة نيسان بترومين. طبعا انا عندي فرعهم على الخريص، فرعهم جميل جدا ما شاء الله، واسع وفي يعني اختيارات كثيره من السيارات، وجاي اصور السوبر سفاري. هذا صراحه مره عجبني، يعني انا ما كنت داخل اصور سياره ثانيه لكن شدني السوبر سفاري وقلت خلينا نصوره ان شاء الله. فهذا موديل 2021. طبعا الشكل هذا يعني السفاري نفسه من عام تقريبا 99 ليومك، هذا نفس السياره كشاص كشكل تقريبا 90% او 99% ما تغير شيء فيه نهائيا. لكن من 2015 تقريبا نزل شيء اسمه سوبر سفاري، يتميز بالوانه جميله، تكحيلات. طبعا هذا بالنسبه للشكل الخارجي، يعني الوان تكحيلات البنوط اللي يجي تو تون من تحت اسود ومن فوق هذا الرمادي الجميل. نروح للجانب، شايفين التو تون هنا، تحس فيه الفرق البويه. خلنا نقول طبعا هذا بالنسبه للشكل الخارجي، يجي 6 سلندر 4800 سي سي، يعتبر من اكبر سيارات 6 سلندر كماكينه، ماكينته جدا ضخمة، يعني حتى الشباب الميكانيكيين يقول بستم حقه جدا كبير، فهذا شيء يعطيه تورك وقوة في البر وفي الشارع في كل مكان يعني. فهذا بشكل عام السوبر سفاري أو السفاري من أول ما بدأ إلى الحين. الحين ناخذ كل المواصفات الموجودة في سوبر سفاري 2021. بداية سوبر سفاري هذا الموجود اليوم في المعرض يجي بعدة مواصفات، يجي بونش من الوكالة طبعا، راكب جاهز في الأمام في حال احتجت لا سمح الله او تسحب احد، فالونش هذا يساعد بشكل جدا كبير. زي ما قلنا يجي تو تون، اللون هذا الاسود، والسقف يجي بلون رمادي كذا، والرفار طبعا نفس الشيء، فمعطي منظر جدا جميل. واختلاف الالوان هذه تكسر السياره، تكسر شكلها بحيث انها تطلع شكلها جدا مميز وكذا، يعني تلاحظه من بعيد. زي ما شايفين الجنوط تجي سوداء مع تكحيله نيكل، مره جميل. طبعا ما تعودنا على سوبر سفاري يكون كذا مدلع وحركات، لكن هذا مسوينا الفئه اللي يبغى يشتريه الوكاله جاهزه مجهزه شكلا ويعني اداء. طبعا 6 سلندر زي ما قلنا 4800 سي سي، 280 حصان تقريبا. ف بشكل عام شايفين النياكه اللي هنا اللي تجي سموكي كروم وسموكي بلاك كروم، يعني مو لماعه، جاي على اسود شوي مطفيه. الابواب رمادية نفس لون السقف، دعسات نيكل، شايفين كلمة فيتك 480 أو 4800. شتدروا أن السيارة بر دردولة، شوف المفتاح كيف شكله. طبعا يوم ما بدأ السفاري هو نفس الشيء، هذا هنا معطيك التجليدة هذه جدا جميلة. هنا عندنا الكفر الخلفي مقفل حيث أنه ما ينسرق لا سمح الله. جناح هذا سوبر سفاري بعد، يقول لك لا تدخلها المغاسل ذي الاوتوماتيكيه اللي تدخل السياره وفي عندها الشيء ذا اللي يدور ممكن يخرب او ينكسر. هذا الباب يجي درفتين، كرسي علاق ومعلق في التعليق نفسه يعني. هذا بالنسبه للشكل الخارجي. خلونا نروح جوا السوبر سفاري ونشوف ايش المواصفات الموجوده فيه. وقبل ما نروح جوا السيارة نشوف كفاءة الطاقة. اللتر مشي 7 كيلو بس، صراحة أقل كيلوات شفته بحياتي. البنزين 91 يعني أوكي شيء زين، لكن مرة قليل. بس السيارة عندها هدف، هدفها واضح البر، فلا تكلمني كم أصرف. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا من الأشياء اللي داخل السيارة تعرف أنها يعني بر بحت، تانكيين بنزين تقدر تنقل بينهم بضغطة زر هنا، في يسموها سب تانك اللي هو الاحتياطي، التانك الاحتياطي تنتقل بين الاثنين. الأساسي 90 لتر والثاني تقريبا 40-45 لتر. صراحة يعني أكثر من كذا برضو ما تلقى. السيارة فيها دفلوك للدفرنسين الخلفي والأمامي، هذه برضو واحدة من ميزات البر. أعطوني المفتاح، هذا مفتاحها ما زال زي ما هو من اول ما بدا الجيل هذا او النيسان هذا. خلنا
اسود اكسلف. الشاشه تدعم ابل كاربلاي يعني شيء جدا جميل. ما هي شيء مره تقنيه عاليه لكن هذه طبعا هذا الدرج المشهور اللي يزقزق دائما. لكن هنا جديد ما شاء الله اصفار ماشي كم 7 كيلو ما شاء الله تبارك الله. هنا التكييف عفوا ازرار تكييف كله فرار. الجير 5 سرعات اوتوماتيك والوكيل حاليا الموجود قال لي انه ما في عندهم الجير اوتوماتيك اللي ب 5 سرعات موجود. اما الجير عادي تجي مواصفات خارجيه ما هي موجوده عندهم. هنا عندنا تراكشن كنترول خليني اقرب. تراكشن هذا الريست حق هواء او ضغط الكفرات. وهنا عندنا حساسات الوقوف. الجير الدبل الارضي المعروف من نفس نيسان. جرانت يدوي. غريب التطريزة هنا اكيد كلكم تعرفون التطريزة دائما بالجنطة دي من تحت هذا جاي من فوق من جهاتك يعني ما اعطي منظر كانها جداية صراحة حلوة. كب هولدر 2. هنا عندنا طفاية اسمه ساحة تخزين للجوال. طبعا يا جماعة خير الجلد اللي موجود بجوا السيارة صراحة انا جدا عجبني كوشني خلنا نقول كذا يعني سفنج او كذا يعني طري مرة اتوقع تمسك خطوط فيه ما في مشكله. طبعا جلد جدا جميل. هنا عندنا ثلاجه وبراد تحط فيه قوري المويه عصير اذا رايح بر رايح تكشت طول يعني حق بس تبردها على الخط تشرب مويه بارده يعني ما ادري كم برودتها لكن هذه موجوده. هنا عندنا الجلوف بوكس هذا يعني حجم عادي ارباق للراكب وللسائق فقط موجود فيها. هنا تتحكم بالانوار ارتفاعها ونزولها زينون حق السائق بس اوتوماتيك اللي هو الدرايش والباقي كله عادي. هنا عندنا تقدر تحط اكواب بصراحه مره كبيره هنا المساحه جدا جميل. تحط النظاره اوه ما فيها مرايه ولا شيء. اللي تقدر تحط كرت او شيء بس جديد ما شاء الله مقفل. خلنا نشوف هنا هنا حاطين لك مرايه بس بدون اناره حلو. صراحه السياره تصرخ نحن في الألفين لكن اللي يشتري السياره هذه معروف هدفه واضح بر بحت 100%. خلنا نروح وراه ما شاء الله تمسك هنا ما شاء الله تبارك الله. الكرسي هذا تقريبا يعني موزون على طولي او راجع شوي تكه زياده. في شغله هنا غريبه شوفوا خلنا نولع نور اول ما شاء الله. ايش كاتبين؟ كاتبين فور فيرست رو سيتس يعني هذه لما ياخذوها مكتوب انها للصف الامامي من الكراسي او صف الكراسي الصف الامامي انك لا تركبها هنا ورا ممكن تلخبط بين هذه وهذه فهم كاتبينها هنا فيرست رو سيت فسيتس او اللي هو فشيء غريب صراحه يعني باين انه حاطينها بحيث انه ما تنشال فما ادري ليش موجوده. اتوقع انه انت كراعي بر انا ما ادري يقولوا لي اذا تنشال دائما وعشان لا تلخبط بين دي الثنتين حتى هذه مكتوبه انها الصف الثاني ترى بس مكتوبه بالجهه الثانيه فهنا كاتبينها هنا بشكل غريب. طبعا مفتاح الوكاله هذه تجي معها هذه ما اعرف حقت ايش يمكن البراد. في تكايتين واحدة للجهة اليمين واحدة للجهة اليسار كل واحدة فيها الكب هولدر حقتها تسحبها يعني دلع. في شغلة بعد لاحظتها انا ماني براعي باترة صراحة وللأمانة اول مرة اركب سوبر سفاري هذه يمديك تسحبها بحيث انه دائما موجودة تمسكها فيعني اتوقع حقت بار تنفع انه اغلب السيارات دائما تسحبها ترجع اوتوماتيك لكن هنا يمديك تطقها بحيث انها ثابتة دائما موجودة عندك. ف وهذه طبعا يعني واضحة انا صراحة معجب بالسيارة اول مرة اعجب سيارة زي كذا انها من كثر ما هي سادة حلوة. فتحت هذه لكن برجع افتحها مرة ثانية نشوفها انها تعتبر جزء من خلفية السيارة او داخلية السيارة عفوا. بسم الله اللوحة طاحت مرة ثانية. هذه القصة الجزء الثاني ما شاء الله. هذه من الداخل الكراسي تتعلق كذا يعني ما شاء الله ثابتة والله ما تحرك يعني مستحيل تتحرك ما شاء الله تبارك الله. في عندنا هنا مساحة تخزين
ما في شيء تحت له. خلنا نشوف ذي وشو. عند الكهرباء ما نبيها. في تكييف خلفي. حلوة السيارة صراحة. وهذه النارة ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. ان شاء الله بنحاول معهم نطلع واحدة تست درايف نشوف كيف الوضع معها. هذا الهوك السيارات اليابانية كذا تجي هوكها مو زي الأمريكية. وهذا العلاق او هذا الظهر الفتحة عشان ذا. اوكي مفتيح ذي للسبير جدا جميل. هنا الانوار عندنا اللي فهمت من واحد من الشباب ان هذه هي الانوار اللي هي خلنا نولعها معنا المفتاح معنا كل شيء. خلنا نولعها نشوف. اوكي شغلتها. اوكي طلع هذه الانوار الاساسية وظهر هذه الطوابق مسوينها ولا الفرامل. جدا شيء عجيب صراحة. الباترول هذا له ناسه وله احله. هالوجين تنفع للبر. انا فهمت ان الانوار الصفراء للبر افضل من انوار الزينون العادية. انا توقعتها زينون. خلينا نطفي النور جوا. ما شاء الله تبارك الله. وهذه كانت تجربتنا للسوبر سفاري. خلونا نشوف هنا بطاقة المواصفات بصورها وانزلها لكم ان شاء الله اللي حاب يشوف تفاصيل اكثر من الورقة هذه نفسها. تجربتنا اليوم صراحة كانت جدا جميلة. انا معجب بالسيارة هذه والشتاء جاي ان شاء الله. فايش رايكم بالسيارة؟ اذا احد يمتلك سوبر سفاري يكتب لنا في التعليقات كيف رايه بالسيارة وصيانتها واشياء كل ما يخص السيارة. صراحة اتوقع في ناس كثير مهتمين ما يعرفوا عن السوبر سفاري او مواصفاتها او اشياء القدرات اللي تقدر تسويها. فاكتب لنا تجربتك وخل شاركنا المتعب مع السيارة هذه. شكرا جزيلا. ان شاء الله اشوفكم في تجارب اخرى. انا عبد العزيز مع السلامة.